فكره على كيفاش الاجواء كيفاش السفر من الاول وسقيت شي صعوبات. الاجواء الاجواء كيف كيعرف الجميع هو واحد تيكون انتصار كتكون الاجواء جد جميله تنتمناو انها تكون حتى ان شاء الله في النهائي. سي سعيد كيفاش كيفاش غتوجدوا المقابله النهائيه في نظام ان هذا النوع ديال اللي غنديروا؟ وحنا غادي نوجدوا كيما يوجدوا جميع الفروق اللي تنتسناو هو الدعم الجماهير ديالنا هو اللي غادي يعطينا الشحنه من اجل احراز القلب ان شاء الله. كلمه للجمهور سي سعيد واش المسانده بدون شروط. دابا كل الناس كلهم فرحانين في الدنيا ان شاء الله معناتها فرحوا الناس الكل وان شاء الله رمضان لكم مبروك والبقيه تاتي مازال معناتها قدامنا معناتها مشوار البطوله مازال مشوار فينال نتاع كاس افريقيا. لازمنا نكملوا مع المشوار نتاعنا لازمنا نكونوا مجتهدين وطالبوا اللاعبين باش يكونوا على تم الاستعداد في المقابلات الجايه. كوتش فوزي فواو بليس هذيك فواو بليس لا كاليفيكاسيون على خاطر بالكره كما نقولوا في تونس اخطو يصبح حي. الاولاد داروا تقريب سيزون تنجم تقول من المعيار الثقيل ولكن كما قلت لك راه مازلنا ما درنا والو. رانا احنا الوداد فريق القاب راه ما نفرحوش على ماتش ولا زوز وانك توصل فينال. رانا ما نفرحوا كان كينهزوا الالقاب دونك ان شاء الله مازالت خطوه نكملوها دونك 50% عند الجمهور ماتش لالي و 50% عندنا احنا ماتش الريتور ان شاء الله. سيتي ان فواياج فاتيغون ولكن ملي كتكون نتيجه ايجابيه بحال هكذا كيتناسى كل شيء وكينسى الانسان كل شيء. الوداد تدافع على كره القدم الوطنيه إذا علمنا فرحنا بزاف ملي نزلنا من الطيارة وسمعنا بأن بركان حتى هما تأهلوا مبروك لبركان. الوداد هذا الشيء ماشي غريب عليه عندنا واحد الدين خصنا نردوه للترجي التونسي لأنه سبق في الفينال ديال كوب ضرب هو اللي توج به هو الفينال ديال الشامبيونز ليغ ديال 2011 بإذن الله تعالى مع هذا الجيل الذي يقوده واحد مجرب وكبير وشيخ المدربين سي بن زرتي ورئيس في المستوى الذي يوفر جميع السيوله الماديه وجميع المسائل الضروريه وهذا الجمهور الكبير اللي كيلتقي بنا الان بهذه الكتله كلها باذن الله تعالى غنقول لقب ودادي. نعم ترانكيل بريسيون نو بريسيون بوكو بلوس سور مومو ليساندون نو اون افي ديجا غاني لو ماتش الي دونك اون سو ديفي سورتو داتر سيرين دو بيان لي كونتينير سي سو كون افي ديفونسيفمون داتر بيان. On a été à la hauteur, on a fait un match d'homme, on les a contenus, on a été beaucoup plus dangereux que. Donc c'est une victoire, en tout cas c'est une qualification méritée. Donc on est content pour l'ensemble du peuple marocain et surtout l'ensemble des supporters Widadi qui nous ont soutenus. Donc c'est une grosse fierté en tout cas d'avoir ramené la qualification et la finale, Inch'Allah, au bout.